تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدين الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج العقرب المائي حتى الساعة 10 إلى دقيقة واحدة من ليل السبت، ليدخل بعد ذلك برج القوس الناري ويظل فيه حتى الساعة 10:14 من صباح الثلاثاء، ثم ينتقل إلى برج الجدي الترابي ويمكث فيه حتى الساعة 11:14 من ليل الخميس، ليدخل برج الدلو الهوائي ويبقى فيه حتى الساعة 11:04 من صباح الأحد. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى ليل السبت في برج العقرب المائي، من ليل السبت وحتى صباح الثلاثاء في برج القوس الناري، من صباح الثلاثاء وحتى ليل الخميس في برج الجدي الترابي، من ليل الخميس وحتى صباح الأحد في برج الدلو الهوائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم السبت والتي بدأت من الساعة 2:42 ظهرا وتستمر حتى الساعة 10:01 ليلا. يوم الثلاثاء من الساعة 3:26 فجرا وحتى الساعة 10:14 ليلا. يوم الخميس من الساعة 1:33 ظهرا وحتى الساعة 11:14 ليلا. يوم الأحد من الأسبوع المقبل من الساعة 5:37 فجرا وحتى الساعة 11:04 صباحا. مشاهدينا الكرام أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. ننتقل لأول مشاركة هاتفية، نشوف معها الخط. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بك، تفضل. يعني 1-9-6 وافق بيناتنا. 1-9 إيش قد؟ 1-9 أوكي. 1-9 نعم. 1979 ويا ايش قد؟ 1-10 اوكي. 1979 اريد اشوف التوافق بيناتهم. 1-9-79 و 1-10-79 اي واحد اي طب احنا متزوجين. اوكي، يعني 1-9-79 و 1-10-79 نفس السنه بس فرق شهر صح؟ إيه إيه يعني أني أم أرسل وياك يعني أنا على الهواء مباشرة هسه. إيه نعم. إيه 1-9 أوكي. 1979 1-10-1979 المفروض زينة. هذا زوجي. أوكي المفروض زينة بس هسه أتأكد يعني لحظة. 1979 أنا العصر جاي الساعة 5 العصر وهو جاي. ب11 الصباح وسط زينة. العلاقة وسط. يعني زينة وسط. اي نعم بس على المال على الصحة. الواحد تسأل ولا الواحد عشرة؟ لا الواحد عشرة. 1-10 هذه الفترة الحالية اللي احنا بيها هي فترة كل الزينة لمواليد برج الميزان من ناحية المادة،
يحصلون على فلوس تكون على الأغلب من عمل أو يعني من عمل إضافي أو من يستردون مال يعود لهم. وعموما من السنة أفضل شيء لمواليد برج الميزان هي الناحية المادية. من ناحية العمل وضعهم طبيعي مستقر، ما عندهم شيء يعكر عملهم أو يعطل عليهم، الوضع طبيعي إن شاء الله. من ناحية صحية بس 1-9 عن الصحة، ما عنده 1-9 عن الصحة يعني أستاذ، بس يعني 1-9 عن الصحة ما عنده مشكلة، هم يعني ينتبه لمنطقة المعدة البطن، هذه المنطقة شوية حساسة عندهم، بس كبرج وعلى طول السنة وضعهم الصحي إن شاء الله ما عندهم شيء يخوف لا سمح الله. 1-9 عن المال وعن المال طبيعي، كل شيء طبيعي، بس يكون عندهم مشاكل، يعني حاليا عندهم مشاكل بالبيت كسكن يعني بشكل عام، صار 3 سنوات وخاصة شهر 12 لازم شوية يديرون بالهم بصورة خاصة داخل البيت أو مع علاقتهم مع أفراد العائلة. أوكي. مشكور يا بابا. أهلا وسهلا. ألو. شكرا أبا. ألو. سلامة. ألو. ألو شكرا جزيلا. تفضل. ألو. ألو. ألو نعم. أنا مواليد شتي، أنا برج مارس يعني من مواليد 21 شتي. 21 شنو؟ أنا 21/5 مواليد 1970. 71؟ نعم أستاذ. أوكي بس دقيقة، ساعة برج الجوزاء، يعني برج الجوزاء هسه أتأكد، بس أي ساعة مولود هذا التاريخ؟ والله ما أعرف، بس أنا ما جاي أتذكر، يا العصر يا ما جاي أتذكر، من مسائل مون يعني بألمانيا. أوكي مسامع مثلا من أهلك قال لك ساعة هلق جاي، لأن هذا التاريخ يكون يا أما جوزاء يا أما برج الثور، فلازم أعرف الساعة حتى أقول لك شنو برجك وعلى ضوها أنطيك توقعات. والله ما اعرف يعني، بس اعرف المواليد 21/5/71. مو هيك انا ما راح اقدر اجاوبك، اذا انت ما تعرف انا همين صعب اجاوبك، يعني لو مثلا اعرف برجك جوزاء او برجك الثور حتى اقدر اجاوبك، هسه مثلا ما اعرف شنو برجك اصلا، لان لازم اعرف الساعه حتى اقدر احدد البرج وبعدين اقدر اجاوبك. فاذا احد من الاهل موجودين تقدر تتصل بهم مثلا تتاكد ايش وقت تقريبا، حتى لو مو كلش بالوقت الدقيق تقدر تتاكد لي من ساعه الولاده حتى اقدر اجاوبك ان شاء الله. زين استاذ العفو، الحظ ما يبين يعني ارقام الحظ مو ارقام دقيقه 9-5 من الارقام يكون عندك رقم 3 و8. اوكي يعني حياتك متوازنه ما بين الحظ وما بين المتاعب، يعني بتوقع بمشكله باخر شيء الحمد لله الحظ يوقف وياك وتطلع من هاي المشاكل الحمد لله والشكر. والله صح صح، فتاكد لي من الساعه حتى اقدر اجاوبك على اكثر يعني بصوره اوضح تكون لك احسن ان شاء الله. اوكي مره ثانيه خبرك لازم اخبره ان شاء الله، خبرك مو حلقه ثانيه ان شاء الله تحصل. شكرا استاذ، اهلا وسهلا بك. يا هلا. مشاهدينا الكرام، في هذه الزاوية في البرنامج نتابع من خلالها أسرار وخفايا بعض الشخصيات السياسية والرياضية والفنية في المجتمع، نبحث في التفاصيل ونحاول أن نميط اللثام عن الغامض والمجهول في أعماق تلك الشخصيات مما تبوح به أحيانا وتكتمه أحيانا أخرى. لا نمتلك في كل ذلك شيئا سوى الأبراج وما تقوله في السر والعلن، مما قد يدخل في حسن الظن أحيانا ويبحر في أعماق اليقين أحيانا أخرى دون ما اكتراث بشيء. وفي كل هذا ليس لنا رأي، المهم فقط هو كشف المستور من الغاطس في أعماق النفس الإنسانية لتلك الشخصية، والأمر من قبل ومن بعد لله تعالى، فهو العلم بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم. شخصيتنا الأولى لهذا اليوم هو الفنان العراقي حسام الرسام من مواليد برج الحمل. يتبع عادة أفكارا مبالغا فيها بعاداته الشخصية، لديه مشاكل عديدة في العائلة ومع شريك العمر بسبب إسرافه في عدم التعاون وخاصة مع من هم في تماس به.
يعتمد على الفعل وتعتمد أهدافه على الوصول إلى دور قيادي في الحياة، غالبا ما يؤدي نفاد صبره إلى عدم إكمال المشاريع التي شرع بها. ينظر للحياة نظرة جدية أكثر من اللازم، مما يؤهله للدخول في جو من الاكتئاب، حيث يبدو حزينا أكثر الأوقات. يتمتع بحياة صحية وسعيدة ولديه أصدقاء طيبون وعادات حسنة، ويحصل على زواج صالح. يبحث دوما عما هو جديد ومثير ومفيد، يشعر بتقارب روحي مع الأخوة والجيران، ويعتمد بمشاعره على الغير من حوله. يعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع، يسيطر على أفكاره ومشاعره، وبإمكانه إدخال أي تعديل مطلوب على نفسيته. يتوصل إلى قراراته بسرعة ويدافع عنها، وبغض النظر إن كانت صحيحة أم لا. يبحث عن فرص ليعمل بتعاون مع الآخرين، مفضلا الشراكة في العمل بدلا من الخصوصية. يهتم بأفكار الآخرين بحيث يجعله ذلك وسيطا موثوقا به. لديه صوت جميل وحنجرة ذهبية وقلم فضي، حيث بإمكانه النجاح ماديا والحصول على المال من صوته أو من خلال الكتابة. يثور لأدنى ملاحظة أو انتقاد بوضع اليد على عيوب وأخطاء الشخص الذي يوجه له الانتقاد أو الملاحظة. يمتلك عقلا منظما وعادات عملية في العمل. حذره الشديد نادرا ما يترك شيئا للصدفة. عاطفي جدا بحيث تتأثر عواطفه بسهولة، ويكون رد فعله سريعا ومباشرا. يحافظ على علاقة انسجامية مع شركائه. يستطيع مصاحبة معظم الناس، وسبب شعبيته هو أخلاقه وذوقه الرفيعان. طبيعته الرقيقة تجذب إليه الكثيرين، وبعضهم يلتقي بهم بطرق غير اعتيادية. مزاج الطبع، ويهمه جدا حماية بيته وأفراد عائلته. تتركز جهوده دائما على البحث عن الشهرة والثروة، ويوجه طاقته للوصول إلى القمة بغض النظر عن نوع المهنة التي يمتهنها. كلما كانت المهنة مثيرة وأكثر تنافسا، كلما كان التحدي لديه عاليا، وبهذا يكون الفوز من نصيبه. يتمتع من دماغ راغب وقادر على مواجهة مواضيع علمية صعبة. إدراكه وتوجهه نحو العمل يؤمنان له النجاح فيه. بحثه على النجاح يعتمد على التخطيط المحافظ على القيم والمقاومة للتغيير، ويتكل على أرضية صلبة في تجاربه أو خبراته السابقة أكثر من اعتماده أو رهانه على المهارات غير المجربة للدوافع أو النزوات المحفوفة بالمخاطر. يتحمل المسؤولية تجاه الأصدقاء، ويفضل مصاحبة أشخاص أكبر منه سنا للاستفادة من تجاربهم. مخطط ممتاز للعمليات الكبيرة من وراء الكواليس، حيث لا يترك أي تفاصيل مهمة كانت صغيرة تغيب عن ملاحظته. تكمن مشاكله في الحياة في المشاكل الصغيرة والقلق على الأمور التافهة، كما يمكن للعلاقات مع الزملاء العمل والزبائن ورؤساء العمل أن يتسببوا في خسارة له. ينتبه للتفاصيل الصغيرة التي قد لا تساعده هي الأخرى. مشاهدين الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. عودة للمكالمات الهاتفية، ونشوف مع الخط. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام.
أنا هوارية من الجزائر. أهلا وسهلا هوارية، كم تاريخ ميلادك؟ 3 مارس 1992. 1900 وكم؟ و92. أي ساعة؟ على 7 مساء. شنو سؤالك هوارية؟ أريد معرفة الموافقة بيني وبين 2 أبريل 1989 منتصف الليل، ومعرفة أيضا إذا كان عندي سفر إلى الخارج في حياتي أو زواج كيف يكون. العلاقة جيدة، أوكي. من ناحية السفر عندك إمكانية إنه تعيشين بعيد عن أهلك، بس متى ما أعرف هذا الشيء، يعني عندك هذه السنة من الآن خاصة الفترة الحالية ولمدة لغاية شهر نوفمبر من عام 2018 هي أفضل شيء لمواليد برج الحوت من ناحية السفر البعيد، الهجرة اللي يحب يكمل دراسة الجامعية مالت الدراسات العليا، وايضا جيد لطلاب الجامعات بشكل عام، فالمجال مفتوح. اذا عندك الامكانيه فتوكلي على الله، والعلاقه جيده اذا كانت الرغبه فعلا صادقه ومتبادله بين الطرفين وحصل زواج. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو نعم الو السلام عليكم. عليكم السلام. 5/5/98 5/5 ايش قد؟ 98 92. اوكي 8 8 98. اوكي 5 عصرا الساعة 5 العصر. اوكي شنو السؤال؟ عن الزواج السفر محظوظة ام غير محظوظة؟ 5/5 تدلل 1998 5 العصر. هذه عندها تأخير بالزواج مع الأسف. أرقامها 1 و5 و6 من ناحية الحظ من الأرقام عادي، من الخارطة من هاي جدا ما محظوظة هاي الإنسانة مع الأسف والله جدا. يعني ماكو موعد محدد أو قريب إن شاء الله. من ناحية أوكي من ناحية الزواج وهذا الشيء من حاليا لمواليد برج الثور هي الفترة المثالية تستمر لغاية نهاية هذا الشهر، بس منا ونفس الوقت هذه السنة حاليا ولمدة لحد شهر 12 آسف لحد 8/11/2018 هي سنة مميزة لهم للزواج، فإن شاء الله تكون عندها فرصة. بس إذا هذه الإنسانة زوجت بصورة عامة خلي تنتبه يعني علاقتها مع الطرف الثاني، لأن يكون عندها متاعب في مجال الشراكة. يعني شلون أقول لك إياها، مثلا شو تسوي ما راح يكون يعجب الطرف الثاني، فشوية لازم يعني تكون صبورة في سبيل أن تحافظ على علاقتها الزوجية. نعم. بس عندها مجال إن شاء الله منا مثل ما ذكرت لك لحد 8/11 من السنة الجاية، وحاليا مثل ما ذكرت لك أيضا هي الفترة المثالية. أوكي منا نهاية شهر 11 همنا كلش قوية. سفر عندها؟ سفر بس لحظة. أي نعم هذه عندها ممكن تعيش بعيد عن الأهل أو البلد مالتها، بس ايش وقت وشون ما اعرف. إيه زحمة الحلقة اللي قبلها انطيتك مواليد ابني مو صحيحة، بل اذا مو زحمة عليك هو 24/1/92. شنو الساعة بيش؟ الساعة بالوحدة ونص ليلا. لحظة هو ينتظر اقامة يعني.
24 هاي الفترة الحالية إلى كل الزينة همينا هاي، ومنها السنة همينا لحد شهر 11 أحسن شيء إلى هذه الأمور إن شاء الله خير يعني. نعم. بها بوادر إن شاء الله. أقدر أنطي بعد إذن الله بدون زحمة؟ نعم إذن الله. لا والله لأن أنا أجاوب على تاريخ واحد بس جاوبت حضرتك. نعم أشكرك. تدلل. أهلا وسهلا بك. أهلا. إذن مشاهدين الكرام المشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة ما هي للسلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. شخصيتنا الثانية الممثل النيوزلندي راسل كرو، هو من مواليد برج الحمل. يمتد اهتمامه وعطفه على الآخرين إلى الناس عامة بدلا من أن ينصب على شخص واحد. يتصرف بشكل فردي ملفت للنظر ويفاجئ الغير بتصرفاته. يبحث عن عمل يرضي استقلاليته ويضمن حريته ويضع لنفسه القوانين والقواعد الملائمة لشخصيته اجتماعي، وينظر للغير نظرة المساواة. متعاون ومندمج مع المجتمع ويعمل بشكل جيد مع بقية أعضاء الفريق أو بصورة منفردة. غير قادر على إطلاق عواطفه بطريقة إيجابية مفيدة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث مشاكل عائلية وفي علاقاته الشخصية وبعض الصراعات مع شريك الحياة. يعتمد على الفعل وتعتمد أهدافه على الوصول إلى دور قيادي في الحياة غالبا ما يؤدي نفاد صبره إلى عدم إكمال المشاريع التي شرع بها. يستمتع بالعديد من الصداقات بخاصة عندما يكون هو المسيطر على إبقاء الأمور على حالها ولا يكون مقيدا بارتباط ما. يرغب بالحصول على الحرية للبحث على الحلول على حلول جديدة للمشاكل الإنسانية. يدخل في صراع بين تقديم العون أولا لنفسه أو للآخرين. حساس تجاه أفراد الجنس الآخر ويجد سهولة في التقرب من أحبائه ويعزز علاقته بهم. لديه اندفاع كبير نحو الحصول على المال بالإضافة إلى الحاجة للأمان المنزلي. يستغل كرمه أولئك الذين يعرفون أنه مبذر بشكل عشوائي. تتركز أفكاره على الجوانب العملية للموضوع الذي يعالجه ويتوصل إلى قراراته ببطء ويدافع عنها بعناد. ذكي وسريع البديهية ويميل للتحدث كثيرا عبر الهاتف، ويمتلك عقلا منظما وعادات عملية في العمل. حذره الشديد نادرا ما يترك شيئا للصدفة. بإمكانه النظر إلى جوهر المواضيع العلمية المعقدة، وبإمكان عقله أن يرتقي إلى أعلى المستويات حيث يتوثب للوقوف ضد أي تحدي يقابله. عاطفي لكن مشكلته تكمن في عدم قدرته على التركيز على شخص واحد فقط في حياته. تكون في حياته عدة علاقات نتيجة ملله من العلاقة الواحدة لفترة طويلة، ويجد سهولة في التأقلم مع معظم الناس. قيادي ومندفع في تصرفاته ويكره الروتين. يركز نشاطاته على الحصول على الثروة ومن ثم إنفاقها بنفس السرعة التي يحصل بها عليها. يحتاج للحرية للتعبير عن حماسه للقيم العالية في الحياة. نظرته التفاؤلية وثقته بنفسه تمنح الثقة للآخرين والذين يقومون بدورهم بترشيحه لمناصب قيادية في عمل إنساني. يحب توسيع مداركه الفكرية بالمطالعة والسفر. يشعر بأنه يعيش حاضرا صعبا مرده أجزاء تجارب صعبة من الماضي تعود لتقض مضجعه ويكون مزاجيا. لا يهتم بالأمور التافهة ولديه الصبر وقوة المثابرة والتصميم لتخطي العقبات التي تواجهه ويتحمل المسؤولية بشكل كبير وبثقة تامة بحيث يمكنه معالجتها بنفسه.
عدم شعوره بالأمان تجعله متحفزا على الدوام، شخصيته المعتمدة على إظهار نفسه بمظهر الشهيد، ولكن القمعية في الوقت نفسه تجعله يفقد الكثير من الأصدقاء. تكمن مشاكله في الحياة في طموحاته، حيث يمكن لاهتماماته بالمهنة والعمل أن تصبح أعدائه، ويمكن لأنانيته وجشعه أن يكونا سببا في فشله في الحياة. مشاهدينا الكرام، المشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة للسلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. عودة للمكالمات. ألو. ألو. نعم تفضلي. مساء الخير أستاذ خلاد، أنا زهرة من الجزائر. أهلا وسهلا زهرة. أهلا بك. أريد أعرف عن برجي 12/2/1994. 12/2/94 أي ساعة؟ 94. أي نعم 12/2/1/2/1994. دعك. أريد أعرف عن الصحة، عن الدراسة، وعندي ثلاثاء 21 نوفمبر مقدمة على طلب تأشير الفيزا، هل هنالك تأخر أو ممكن طلب التأشيرة؟ لحظة. إن شاء الله خير. يوم 21 يوم الثلاثاء إن شاء الله خير. أوكي. أريد أعرف عن الصحة والمال، وكذلك عمل الخريطة، هل هنالك مشكلة؟ أي ساعة مولودة؟ كبير مساء، ثانية مساء بعد الظهر. من ناحية صحية، أنت كواحدة من موارد برج الدلو انتبهي للساق، ما عندك مشكلة. من ناحية الدراسة حسب اجتهادك الشخصي عندك إمكانية إنه يعني تحق يعني هناك مؤشر إنه ممكن تحصلين على أو توصلين إلى مرحلة في إكمال دراستك الجامعية والأكاديمية بشكل عام. المجال مفتوح إذا عندك الرغبة، ف يعني استمري وإن شاء الله توسطين. وشنو السؤال الآخر؟ من ناحية الزواج عندش تأخير يعني بصراحة، لأن طالع السرطان البيت السابع بالجدي، فهذا هو سبب تأخير الزواج عندش من الخارطة. والأبراج التي أتوافق معها هي الأبراج اللي توافقين معها هي الحمل، الأسد، القوس، والجوزاء، والميزان. هذه الأبراج اللي تناسب في الدرجة الأولى. من ناحية المال ما في مشكلة. من ناحية مالية أنت بشكل عام لا، وضعك طبيعي، بس بشكل عام أنت طول حياتك من الخارطة وضعك المالي يكون إيجابي من ناحية المال والصحة. نعم. هل ممكن السفر في ديسمبر؟ هل عندي سفر هذا العام أو لا؟ سفر حاليا ممكن، حاليا هذا المجال مفتوح لحد بداية شهر ديسمبر، المجال مفتوح، بعدها ما عندك شيء يساعد أو يعطل. شكرا أستاذ خلاد. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. نأخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو. نعم. ألو. إذا المشاهدين الكرام، المشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة وهي للسلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. نصل بكم الآن مشاهدينا إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. تنهمكون في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة، والفرصة متاحة لمكسب مالي له صلة بشراكة أو تعويض.
من ليل السبت أنتم أكثر نشاطاً في مجال السفر والاتصالات، الفترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان. من صباح الثلاثاء يتركز اهتمامكم حول المحافظة على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل. من ليل الخميس تنشطون بين الأصدقاء ومنكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة. مواليد برج الثور ينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم، بيسعكم القيام بعمل يتطلب تعاونا من طرف آخر، الفترة مناسبة لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد تجاري. من ليلة السبت تنشغلون في إعادة تنظيم ميزانيتكم والفرصة متاحة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض، لا تهملوا صحتكم. من صباح الثلاثاء تنشطون في الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة منها. من ليل الخميس ينصب تفكيركم حول الدفع بمصالحكم في مجال العمل. مواليد برج الجوزاء يتراكم العمل لديكم لكنكم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه، نظموا جدول غذائكم واخذوا قسطا من الراحة من حين إلى آخر. من ليل السبت تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة. من صباح الثلاثاء أدخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم. من ليل الخميس تنشطون في سفر أو اتصال بعيد، كونوا أكثر وعيا على الطرقات. مواليد برج السرطان تجتازون بصورة عامة فترة إيجابية تجمعكم بشخص قريب من فؤادكم، يصلكم خبر سار يتعلق بأحد أولادكم. من ليل السبت انتبهوا إلى صحتكم خاصة إن العمل سيتراكم لديكم. من صباح الثلاثاء تعود العاطفة لتلعب دورا إيجابيا معكم وينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم. من ليل الخميس تعيدون تنظيم أموركم المالية. مواليد برج الأسد يتركز اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو التعامل بعقار، يميل أفراد العائلة إلى التعاون معكم. من ليل السبت تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك يجمعكم بهم، الفترة مناسبة لممارسة نشاط فني أو أدبي. من صباح الثلاثاء يتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم. من ليل السبت ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركائكم لا سيما شريك العاطفة. مواليد برج العذراء تنشطون في مجال السفر والاتصالات واللقاءات ويكون لديكم تعامل مع أخ أو جار. من ليل السبت تفضلون التركيز على شؤونكم البيتية والعقارية، بيسعكم تعزيز الروابط العائلية أو التعامل بصفقة عقارية. من صباح الثلاثاء تجتازون بصورة عامة فترة إيجابية عاطفيا وماليا ويصلكم خبر سار يتعلق بأحد أولادكم. من ليل الخميس انتبهوا أكثر إلى صحتكم. مواليد برج الميزان ينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على ميزانيتكم، ثمة فرصة مالية ولكن يجب التخفيف من النفقات. من ليل السبت تنجحون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات، أخ أو جار يقف في صفكم. من صباح الثلاثاء تنشغلون بأمور لها صلة بالبيت والعقارات، لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة. من ليل الخميس تزداد رغبتكم في إيجاد قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم. مواليد برج العقرب أنتم ممتلئون نشاطا وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها، ينتبه إليكم أفراد من الجنس الآخر. من ليل السبت تتاح الفرصة للحصول على مكسب مالي من عمل إضافي ومنكم من يحصل على هدية أو جائزة. من صباح الثلاثاء تنشطون في الدراسة والسفر والاتصالات، كونوا أكثر صبرا على الطرقات. من ليل الخميس تفضلون التركيز على مصالحكم البيتية والعقارية. مواليد برج القوس تتراجع صحتكم وينتابكم شعور بالتعب والملل، اخلدوا إلى الراحة من حين إلى آخر ولا تبالغوا في إنجاز ما لديكم من عمل. من ليل السبت يتغير الوضع الصحي للأفضل وتكونون أكثر قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها. من صباح الثلاثاء تنشغلون في إدخال تعديل على ميزانيتكم، خففوا من النفقات. من ليل الخميس تكثر لديكم السفريات والاتصالات ويكون لديكم تعامل مع أخ أو جار. مواليد برج الجدي تنشطون اجتماعيا وتلتقون الأصدقاء، منكم أن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة.
من ليلة السبت تجتازون بصورة عامة فترة غير مريحة تنال من صحتكم وأعصابكم. اخلدوا إلى الراحة وانتبهوا إلى جدول غذائكم. من صباح الثلاثاء تبدأون فترة أفضل تعيد إليكم نشاطكم المفقود وتنجحون في الدفع بمصالحكم. من ليلة الخميس تتاح الفرصة لمكسب مالي من عمل إضافي. مواليد برج الدلو تنجحون في المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل. الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل. من ليلة السبت تسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم. منكم من يتلقى دعوة لحضور حفل زفاف أو مناسبة سعيدة. من صباح الثلاثاء تتراجع صحتكم. حاولوا إنجاز ما هو ضروري وعاجل من عملكم ولا تبالغوا في جهدكم الجسماني. ابتداء من ليلة الخميس أنتم أكثر نشاطا وحيوية وتنجحون في السيطرة على زمام الأمور. أخيرا مواليد برج الحوت تنشطون في سفر أو اتصال بعيد وتظل العاطفة قوية لديكم. من ليلة السبت ينصب تفكيركم حول الدفع بمصالحكم في مجال العمل وتدعيم مكانتكم الاجتماعية. بيسعكم التقرب من المسؤولين والحصول على مطلب عادل. الفترة مناسبة أيضا لمن يبحث عن عمل. من صباح الثلاثاء تنشطون اجتماعيا وتلتقون الأصدقاء. من ليلة الخميس انتبهوا أكثر إلى صحتكم، ستشعرون بالتعب ينال منكم. اخلدوا إلى الراحة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي، والله أعلم. للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم. ألتقيكم بإذن الله يوم الأربعاء المقبل. إلى ذلك الحين أسعدكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون الشرقية. مع السلامة.